وفي مقاطع أخرى إن شاء الله سنتطرق إلى الحمى المبياني. إذا الحمى الجبيني مجموعة معادلتين، في هذا الإطار هناك طريقتان، طريقة التعويض ثم طريقة التأليفة الخطية. إذا كيف ذلك؟ أولا نعتبر أن الماء الآتية 5x ناقص y زائد 1 يساوي 0 وناقص x زائد 2y زائد 3 يساوي 0. هنا نختار إحدى المعادلتين، أقول أختار، ملي كنقول أختار يعني عندي الحق نبدأ بالمعادلة الأولى أو الثانية، أختار إحدى المعادلتين. مثلا اخترت المعادلة الأولى 5x ناقص y زائد 1 يساوي 0، ثم أكتب إما x بدلالة y أو y بدلالة x، يعني إما x تساوي أو y تساوي. مثلا سنأخذ هنا نكتب y بدلالة x، ستكون هي الطريقة السهلة، بحيث سنقوم يعني مثلا 5x ناقص y زائد 1 يساوي 0 يعني ناقص y، ونقوم بتحويل العددين 5x وزائد 1 إلى الطرف الثاني، يعني يصبح لدينا ناقص y يساوي ناقص 5x ناقص 1، ثم نضرب في ناقص 1 لكي نحصل على y، إذا y تساوي 5x زائد 1، فنجد y بدلالة x. إذا هذا التعبير غنحافظوا عليه، غنحتاجوه غنستعملوه دابا وفي الأخير عاوتاني. الآن نمر إلى المعادلة الثانية، ناقص x زائد 2y ناقص 3 هي، ثم نقوم بتعويض y بدلالة يعني y نعوضها ب 5x زائد 1 هي. إذا عوضنا y ب 5x زائد 1، إذا كتصبح لدينا ناقص x زائد 2 في بين قوسين هذا هو y، التعبير ديال y ناقص 3 يساوي 0، فنحصل على معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد اللي هو x. لاحظوا هنا قلبنا غير مجهول واحد اللي هو x، نقوم بحل هذه المعادلة، ننشر نبسط المجاهيل في طرف، المعالم في الطرف الآخر، نجد x يساوي 1 على 9. الآن نعود إلى هذا التعبير، وجدنا القيمة ديال x، بقات لنا القيمة ديال y. أشنو غادي نديرو؟ غادي نرفضو هذا التعبير ديال y، وغنعوضو x بماذا؟ ب 1 على 9، إذا y تساوي 5 في 1 على 9 زائد